ومشاهدينا من عقب هالاغنيه التراثيه اللي سمعناها لايف وعلى الهواء من بيت البدر حق اهلنا بالبحرين بمناسبه عيدهم الوطني، يسعدنا اليوم ان نرحب في ضيفتنا المهندسه مها البغلي عضوه المجلس البلدي، ونقول لك يا هلا ومرحبا فيك في ليالي الكويت. هلا اختي لولو، هلا اخوي عبد الله، حياك الله. مشكورين، وهم انا ودي اهني اهلنا في مملكه البحرين بعيدهم الوطني. نعم، واحنا بنذكر ايضا مشاهدين تلفزيون الكويت بان هاشتاج ليالي الكويت راح يتم يعني يتم تفاعل ويانا يا لولو من خلال هذه الحلقه مع المهندسه مها البغلي. عضو مجلس البلدي الوحيد في المجلس البلدي، يعني كونت المراه الوحيده في هذا المجلس. اليوم احنا بنتكلم عن المواضيع اللي تهم بصراحه يعني كل مواطن ومواطنه على ارض الكويت. أول موضوع يخطر ببالنا وبال كل اللي قاعد يتابعونا موسم التخييم. يعني صحيح. يعني الجو الحلو، يعني المطر الطيب، لكن إلى الآن يمكن هذا الموسم مغلق. صحيح. هل هالسنة الكويتيين راح يخيمون ولا لا؟ أمانة الحين الموسم مغلق لأسباب، يعني مثل ما أنتم عارفين موجة الأمطار الشديدة اللي جاتنا كشفت عن كمية هائلة من الألغام، فإحنا من حرصنا عليهم، من حرصنا على المواطنين المقيمين، ما ودنا أن احنا نفتح باب التخييم لحد ما أن نتأكد أن كل المناطق آمنة وسليمة ونظيفة. أنا يعني لو تسألوني أنا ودي هالسنة كلش ما نخيم، يعني لسببين. يعني السبب الأول احنا من حرصنا على المواطنين والمقيمين، ما نبي أحد يتأذى، لأن كمية مثل ما قلنا الألغام اللي شافوها كبيرة ومنتشرة وما احنا عارفين بالضبط وين. السبب الثاني حفاظا على البيئة البرية، يعني يمكن من حرصي ومسؤوليتي كرئيسة لجنة البيئة في المجلس البلدي قاعدة نشوف أن البيئة البرية بالكويت تعاني من وايد أشياء، يعني منها المخيمات، منها السيايير، منها يعني التعاملات الخاطئة مع البيئة البرية. فأنا ودي أن البر بالكويت الريحة لو سنة، لأن ما قمنا نشوف البنفسج والعرفج والنوير، يعني هذه النباتات وحتى بعض الحيوانات البرية ما قمنا نشوفها من المخيمات الغير تنظيمية. يعني بس ما تحس أن هذا شوية صعب؟ يعني تدري الموسم التخييم وخاصة فترة شهر 12 لشهر 4، أريد الحين الناس يعني عموما طلعت تخيم، بس حضرتك يعني ما نبي نزعل المشاهدين ونقول لهم أن لا تخيمون، أو مثل ما حضرتك تفضلتي أن نريح التخييم ونريح البيئة هالسنة. أعطينا نصايح أنه ممكن أنه يقدرون يستمتعون بالبر من غير منظرهم. يعني ممكن يتم اقتراح مثلا تخصيص أرض معينة أو مكان معين يتم من خلاله يعني بهالمكان يكون آمن فيخيمون الناس فيه؟ مو هذا اللي احنا سويناه في المجلس البلدي بلجنة البيئة قبل شهرين تقريبا. قلنا قبل لا يبتدي موسم التخييم خلينا نعقد ورشة عمل مع الجهات المعنية بالدولة، منها الهيئة العامة للبيئة، هيئة الزراعة، بعض مؤسسات المجتمع المدني المهتمين في البيئة والصحراء. خلينا نرفع بعض التوصيات بحيث ان احنا نحدد اماكن معينه ان الناس تخيم فيها، ما يكون الوضع عشوائي. هذا اولا، ان نحدد فتره التخييم من الى، ونحاول ان الناس تلتزم بهذه الفتره. بالاضافه الى رفعنا مقترح ان خلونا نزرع شتلات، يعني كل عائله تخيم ممكن تاخذ لها كم شتله فتره الاربع اشهر تراعون هالشتلات، بحيث ان اذا مشيتوا ونظفتوا المكان من وراكم تظل هذه الشتلات للموسم القادم. فعلا نصيحة حلوة، أتمنى المشاهدين أن يستفيدون من هذه النصيحة الحلوة. إن شاء الله. بالحديث عن اختصاصات المجلس البلدي، بما أنك عضوة في المجلس البلدي، نبي نفرق بين اختصاصات المجلس البلدي وبين بلدية الكويت. صحيح. أنا أمانة يعني طبعا صار لنا 6 شهور في المجلس، وأول ما صار تعييني وبدت الناس تبارك فتفاجأت أن أغلب الناس يوصوني على وضع النظافة في الكويت وتسمية الشوارع. يعني الناس حسبالها أن المجلس البلدي والبلدية بس عندهم نظافة وإزالات وتسمية شوارع. صح. فاللي سويناه يمكن من أوائل المقترحات اللي اقترحناها أنه لازم يكون في خطة إعلامية توعوية للناس وللجمهور أن شنو اختصاصات المجلس البلدي بداية، وشنو الفرق بينه وبين بلدية الكويت. يعني احنا كمجلس بلدي احنا جهة تشريعية، يعني نشرع القوانين، لوائح، نوافق على تخصيص أراضي حق الجهات الحكومية الأخرى. البلدية هي الجهة التنفيذية، هم اللي ينفذون عقود النظافة وما إلى ذلك.
فاحنا قاعد نحاول عن طريق يعني وسائل الاعلام وعن طريق الخطه الاعلاميه اللي حاطينها ان نعرف الناس بدور المجلس البلدي والفرق بينه وبين دور البلديه. نعم يمكن ذكرتي مهندسه مها يعني عقود النظافه، يمكن هذه العقود لها شروط معينه، يعني انتم قاعدين تطورون هالعقود، نتكلم شنو هي الشروط؟ عقود النظافه يعني حسب ما قاعد نشوف خلال يعني 6 شهور اللي طافت ما نحس ان هي عقود فعاله، يعني قاعدين يوميا شكاوي من الاهالي في مناطق مختلفه بالكويت يعانون من وضع النظافه ويطرشون لنا الصور والفيديوهات، فيعني هذا مؤشر ان عقود النظافه الحاليه هي يا اما انها عقود غير فعاله او انها مو قاعده تطبق بالشكل المطلوب. في عقود قادمه المفروض للحين ما طلعنا عليها، هو طبعا الجهاز التنفيذي هو اللي يحط العقود واحنا كمجلس بلدي نطلع عليها ونعتمدها. صح، بس صارت يعني شويه مخالفات يمكن من بعض العمال النظافه، يعني نشوفهم ساعات يعني بالليل يكونون قاعدين يتمشون او يسببون ازعاج على ممتلكات خاصه في اماكن معينه، شلون تتعاملون معاهم؟ هو المفروض ان في مخالفات، يعني كل عقد نظافه حق المقاولين يكون في شروط جزائية أو يعني مخالفات، أي مخالفة على حسب نوع المخالفة وحجمها في رسوم لازم يدفعها المقاول، فيعني هذا المفروض دور البلدية كإشراف على عقود النظافة، على عمال النظافة، آليات النظافة، فنتمنى أن فعلا هذه العقود يكون الرقابة عليها أشد شوي إن شاء الله. وبالنسبة حق المخالفات اللي بالجليب، مخلفات بالجليب شنو تقصدين؟ المخلفات اللي قاعد نشوفها الحين يعني يمكن مستحدثه الحين كان قاعد نعرضها لكم مع المشاهدين على الهواء، قاعد نشوفها في مخلفات يعني بالجليب. يمكن هالصوره يعني مهندسه مها وايد تتداول، وايد نشوفها خلال فتره طويله يعني مرت على الكويت، لكن ما في حل حق هذا الموضوع، هذه النفايات اللي موجوده بهالمنطقه. هو هذا طبعا تقصير من شركات النظافة أكيد. نعم. يعني إحنا المفروض عقود النظافة عندنا تشمل جميع مناطق الكويت. نعم. فهذا الصور أنا قاعتيني يعني باستمرار من مناطق مختلفة مو بس الجليب، حتى بالمناطق الداخلية، وقاعد نحاول نتعامل معها يعني. نعم يمكن يعني بصراحة يعني هذه النفايات هي يعني تخلينا نروح حق موضوع ردم النفايات، يعني أكيد هذا الموضوع غير صحي، وإحنا صحيح. بصراحة يمكن في وايد طرق أنه ممكن إحراق هذه النفايات وبالتالي الاستفادة منها مثلا في توليد الطاقة وغيرها. صحيح. ما في قوانين حطتها مثلا ببالك خلال الفترة القادمة في مثل هالحالات علشان شوي تخف؟ إحنا طبعا في الكويت للأسف متأخرين جدا في موضوع إدارة النفايات، يعني الطريقة الوحيدة اللي قاعد نتعامل فيها كل النفايات إن قاعد نردمها. ردم النفايات يعني شيء لعدة عيوب، يعني منها إنه غير صحي للبيئة، منها إنه قاعد ناخذ مساحات كبيرة من أرض الكويت، هذه المساحات ممكن نستغلها في مناطق سكنية، مشاريع، بالإضافة إلى تلوث الجو والتربة والمياه الجوفية. المفروض مثل ما تفضلت يعني حين أكثر الدول المتقدمة قاعد تحرق النفايات وتحولها إلى طاقة كهربائية. صحيح. وإحنا الحين في المفروض أول مشروع بالكويت اللي هو مشروع تشبد لتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية، المفروض ب 2019 إن شاء الله، يعني في بعض التأخيرات في بعض الملاحظات من ديوان المحاسبة، بس يعني هذا أول مشروع. نعم. يحول النفايات إلى طاقة كهربائية. طبعا ميزة هذا المشروع غير أنه قاعد يوفر علينا من الأراضي، يوفر كهرباء، يحقق فرص عمل للشباب الكويتي، قاعد يدخل المستثمر الأجنبي، لأنه هو نوع العقد شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. نعم. والكفاءات أو الخبرات الأجنبية. يعني بصراحة هذا شيء يبشر بالخير، ونتمنى هالظاهرة هذه تقل بالمستقبل بجهودكم. هذا يعني بادرة خير، بس يعني هذا مصنع واحد وراح يساعدنا بالتخلص من تقريبا 30% بس من نفاياتنا، يعني غير هالمصنع نحتاج على الأقل بعد مصنعين. يعني نقول الحمد لله. هذا تفاؤل وإيجابية يعني إن شاء الله. نقول الحمد لله. لكن معنا الحين على الهواء صورة مؤلمة لك مهندسة مها، رايحة على البحر، فيديو مؤلم صراحة أن نشوف هذا المنظر.
وهذا وين بالغزالي؟ هذا في المنطقة الحرة مجرور الغزالي. أنا يعني سمعت في فريق الغوص الكويتي ومجهود الجبار يعني في إدارة الأستاذ وليد الفاضل. رئيسهم الأستاذ وليد الفاضل أسبوعيا يروحون ينظفون مع عمال وأحيانا متطوعين أحيانا يبون طلبة مدارس. أسبوعيا يشيلون أطنان من النفايات وأسبوعيا هالنفايات تزيد. هذه نفاياتي عن طريق مجرور الغزال اللي هو مجرور الأمطار. أي. يعني هني ودي أوضح في فرق بين مجارير الأمطار ومجارير الصرف الصحي والصناعي. أي. مجارير الأمطار المفروض أنها سيدة تروح حق البحر لأن مياه نظيفة. صح. بس مجارير الصرف الصحي والصناعي المفروض أنها تتعالج محطات معالجة قبل لا أنها تروح. اللي صاير حسب ما احنا نشوف الظاهر انه في ربط غير قانوني بين بعض المجارير الصحيه والصناعيه مع مجاري الامطار، بالاضافه الى مخلفات اللي تكون بالشوارع والمناطق، فكلها قاعد تنزل عبر مجارير الامطار لي مثل ما انتم شايفين لجون الكويت. نعم. فهذا يعني قاعد يسبب تلوث جدا خطير خصوصا البلاستيك. البلاستيك هذا قاعد يقتل الطيور، قاعد يقتل الأسماك، يعني شفنا طيور نافقة. فإحنا إن شاء الله باكر عندنا ورشة عمل، دعينا فريق الغوص الكويتي، دعينا وزارة الأشغال، هيئة الصناعة، هيئة البيئة، مؤسسات المجتمع المدني، جامعة الكويت، معهد الأبحاث، راح ندرس هذه القضية وراح نحاول ان نوصل حق حلول علميه وعمليه. نعم. لحل هذه المشكله. أكيد. يعني انتم يمكن تشوفون وايد حملات تنظيف الشواطئ. صح. بس هذه الحملات جميله لكن مو هي الحل. أي. يعني ما يصير احنا طول السنه بس ننظف، زين وين مصدر التلوث هذا اللي المفروض نحله؟ اكيد وتكون في قوانين يعني يسنونها المسؤولين لمثل هذه الظاهره. يمكن من خلال حديثك مهندسه مها تكلمتي عن نظام الصرف الصحي، ويمكن كميات الامطار اللي شهدتها البلاد في الفتره الاخيره يعني كشفت عن هذا النظام وعن يمكن هامش اللي المفروض يكون، اكيد يكون في هامش امان في نظام الصرف الصحي. احنا يمكن للاسف بالكويت هذا غير موجود، ولا انت شلون شفتي الموضوع هذا من خلال يعني مسؤوليتك وكونك عضو في المجلس البلدي؟ هو يعني يمكن اللي صار هالسنه حاله استثنائيه، يعني كميه الامطار اللي جاتنا كانت اكبر من حتى هامش الامان اللي عندنا في المواصفات الفنيه للبنيه التحتيه. لكن هم مثل ما شفنا أن في مناطق ما تأثرت وفي مناطق تأثرت. صحيح. فهذا إذا دل على شيء يعني يمكن أن بعض العقود يمكن ما تنفذت بالطريقة الصحيحة. صحيح. بعض المواصفات ما وضعت بطريقة صحيحة. أنا اللي عارفة الحين المفروض أن في لجنة تقصي حقائق راح تدرس هذا الموضوع، وإن شاء الله يشوفون الخلل وين ويحاولون يتلافونه في المستقبل ان شاء الله. يمكن مهندسه طلعتي حضرتك بنفسك المكان وشفتي على ارض الواقع. احنا ودنا نتطرق حق الموضوع هذا بعمق اكثر، نبي حمايه البيئه البريه والبحريه، شنو اخر التطورات اللي صارت فيها؟ احنا دورنا في يمكن لجنه البيئه بالمجلس البلدي قاعد نحاول ان احنا نشوف الملفات البيئيه المختلفه. أول ملف فتحناه اللي هو ملف إدارة النفايات مثل ما تكلمنا عنه ومشروع تشبد. الملف الثاني اللي احنا فتحناه اللي هو ملف البيئة البرية وحمايتها، والورشة اللي سويناها بخصوص المخيمات الربيعية وهذه الأمور وحماية البيئة البرية والنباتات البرية والأشجار المعمرة. عندنا الملف الثالث اللي فتحناه الحين وإن شاء الله راح نناقشه باكر اللي هي حماية البيئة البحرية، وراح ندرس يعني ككيس ستدي مجرور الغزالي باكر، وبناء عليه راح نشوف الأمور الملوثات البحرية الأخرى. من الملفات اللي هم إن شاء الله ناويين نفتحها اللي هو استخدام البلاستيك. كأكياس بلاستيك أو العلب، طول بلاستيك العلب. طبعا بلاستيك مادة من أخطر المواد في البيئة لأنها ما تتحلل لسنوات وسنوات. فتسوون إعادة تصنيع لها ولا شلون أو تبديلها يكون أتوقع؟ يعني إحنا راح نحتاج إن ندرس هذا. أوكي. الموضوع لأنه قاعد يأثر يعني حتى على الحياة البحرية والنفوق بعض الحيوانات.
فراح ندرس هذا الموضوع، أكيد راح نحاول نشوف تجارب الدول الأخرى ونحاول إن احنا نستفيد منها ونطبقها. نعم. يعني هذه بعض الملفات اللي إن شاء الله قاعد ندرسها. أيضا في يمكن ملف مهندسة مها، ظاهرة التصحر أو زحف الرمال إلى المناطق الجديدة مثل منطقة صباح الأحمد، يعني مثل هذه الظاهرة كونتش في لجنة البيئة أكيد لا حل ما لها حل، الناس ملت منها، يمكن الناس قالوا إنه بالزراعة بالمزارع المفروض تكون في المنطقة، التخضير. التخضير هو يعني الحل الأمثل حق ظاهرة التصحر. يعني نرد على موضوع المخيمات. المخيمات الربيعية أحد الأسباب اللي قاعد تساهم في تفكك التربة، وتفكك التربة هو اللي قاعد يساهم في زحف الرمال على المناطق كلها. احنا هذا الملف هم راح نحاول نفتحه مع هيئة الزراعة، لان لازم يكون في مصدات زراعية خصوصا المناطق الجديدة، لازم يكون حواليها مناطق خضراء، المساحات الرملية في المناطق الجديدة لازم تنزرع. نعم. فهذا المفروض ان احنا نرتبها مع الهيئة العامة للزراعة. نعم، ايضا مع الهيئة العامة للزراعة يمكن في نوع من الشجر اللي الفترة الأخيرة عرفنا كونكابرس جيتشري تم منعه، يعني فشون مع مسألة التخضير وتنسقون بينكم وبين اكيد هيئة الزراعة؟ في انواع ثانية، يعني في العديد من النباتات اللي تتحمل المفروض جو الكويت من غير ما تضر. الكونيكاربس من يعني من عيوبها ان هي جذورها تمتد وتروح حق الصرف الصحي وتسده وهالامور. أي. الشيء الثاني الكونيكاربس نفسها ما تسوي حساسية، لكن الطبقة اللي عليها نوعها تجمع التراب. اي فلما نمشي يمها التراب اللي عليها هو اللي قاعد يسوي لنا حساسية. فهذا عشان كذي احنا ما ننصح ان هذا النوع من الاشجار تنزرع خصوصا في المناطق السكنية. بس قاعد يتم التنسيق بينكم؟ قاعد نتواصل مع هيئة الزراعة ان يحطون بدائل اخرى، بدائل حق الكونيكاربس. اي نعم. شنو هي البدائل اللي ممكن يحطونها حق الكونيكاربس؟ يعني انا ما عندي خبره بالزراعه، بس في قاعد نتواصل احنا مع معهد الابحاث. والمفروض في ورشه قادمه ان شاء الله بعد شهر او شهر ونص راح نناقش معاهم شنو النباتات اللي تساعد يعني او تنفع حق جو الكويت وتكون يعني سهله. يعني ما شاء الله عليكم قاعد تنسقون بين الهيئات المختصة. صحيح. بينكم وبينهم عشان يتم يعني حق اللي يبي يخيمون أو اللي يبي يطلعون على التخييم يكون لهم الأمر أوضح. صحيح. بالنسبة حق الحديث بالبداية اللقاء عبد الله تكلمنا عن التخييم، في قاعد نشوف الكرفانات اللي تطلع مكان المخيمات بدال التخييم، قاعد تطلع الكرفانات مرات تسمح لهم ومرات ما تسمح لهم، فودنا نوضح حق المشاهدين اكثر، هو مسموح ولا مو مسموح؟ قصدك عربان الاكل ولا الكرفانات نفسهم قاعد يطلعون يكونون الناس داخلهم سياره اللي ممكن سيارة اللي يباتون فيها بدال الخيمه؟ هذه المفروض لها ترخيص خاص بس مسموحه؟ ما عندي علم فيها هذا احنا ودنا هم نستغل يعني وجودك كونك عضو في مجلس البلدي، يعني في مشكله الناس كلها تعاني منها وكل شعب الكويت واي واحد مقيم على ارض الكويت قاعد يعاني من مشكله تطاير الحصى. يعني هذه المشكله يمكن الحين سمعنا عن تحقيقات حول الخلطه الاسفلتيه الجديده اللي راح يتم حولها، احنا بنعرف هذه المشكله لوين؟ هذا الموضوع عند الاشغال مو عند لا البلديه ولا المجلس البلدي. بس هيئه الطرق لها علاقه بالموضوع. هيئه الطرق ممكن بس هم مو المجلس البلدي. يعني المجلس البلدي تخصصاته بعيد عن هذا الموضوع. اي هو الطرق يعني طبعا كلنا سمعنا عن موضوع الخلطه وهالامور، بس يعني هذا الموضوع عند وزاره الاشغال حلو يمكن وضحنا حق المشاهد يعني هذا الشيء، لان في ناس يلتبس عليها الموضوع انه يعني يعتقدون ان هذه من اختصاصات المجلس البلدي. اي لا مو من اختصاصاتنا. نعم. يعني مهندسه مها انت صاحبه اختصاص اكيد، ويمكن هالسنه اللي مسكتي فيها المجلس البلدي شلون؟ ست شهور يعني ست شهور شلون شايفه ادائك في المجلس البلدي؟
يعني هل انت راضيه عن الاداء؟ يعني ما شاء الله عليك طلعتي بنفسك للمكان، نسقتي بينك وبين اصحاب الاختصاص هيئه الزراعه، شلون شايفه ادائك؟ شلون تقيمين الاداء؟ والله يعني افضل ان الناس هي اللي تقيم، مو انا اقيم نفسي، بس يعني كوجودك بالمجلس يعني. شوفي خلال الست شهور اللي طافت يعني في مؤشر يعني حلو كتجانس ما بين اعضاء المجلس، خلينا نقول اعضاء المجلس البلدي ورئيس المجلس البلدي. الاعضاء طبعا كلهم شباب، اغلبهم اصغر مني بوايد، يعني في رؤى متشاركه بيننا. قدمنا العديد من المقترحات والاسئله، نظمنا العديد من ورش العمل، تطرقنا العديد من القضايا، يعني غير القضايا البيئية في طبعا احنا عندنا العديد من اللجان. فاللجان قاعد تشتغل يمكن بأقصى طاقة، اجتماعاتنا تقريبا يومية بالإضافة إلى الجلسات اللي هي كل اثنين وترك. يعني أحس إن مو بس أنا، احنا بشكل عام كأعضاء المجلس البلدي خلال الست شهور اللي طافت أحس أن حركنا وايد أشياء كانت واقفة. فيعني أنا أشوف أن هذا مؤشر جدا ممتاز، فإن شاء الله الفترة القادمة هم راح تشوفون تغييرات كبيرة إن شاء الله. أكيد قدها وقدود. يمكن ذكرتي لجنة المقترحات أو اللجان الموجودة داخل المجلس البلدي. يعني لجنة المقترحات قبل فترة أقروا قانون للمشاريع المتنقلة السيارات، اللجنة الفنية هذه. نعم، اللجنة الفنية أقرت السيارات المتنقلة للمشاريع الصغيرة، اللي هي وافقنا على اللائحة والأماكن تواجد السيارات. تم تطبيقها ولا بعد؟ المفروض الحين خلاص مفتوحة، يعني مفتوح المجال أي أحد عن طريق الصندوق الوطني للمشروعات إنه يقدم على، يعني يكون عنده ترخيص عربة متنقلة ويقدر ينزلها. وأعتقد إن وايد منهم بالفعل بدأوا. نعم، يمكن عبد الله تكلم عن موضوع الاقتراحات، نبي نعرف أهم ثلاث اقتراحات تقدمتي فيها. ثلاث اقتراحات، يعني يمكن مقترح اللجنة أو الفريق الإعلامي أنا أشوفه يمكن من أهم المقترحات اللي قدمناها، وفعلا يعني بدينا نشتغل عليها، حتى غيرنا الشعار المجلس البلدي، سوينا له ريبراندينج. قدمنا مقترح عدنا لو قايلين كان جهزت يعني يمكن الورش العمل اللي نظمناها من خلالها قدمنا وايد توصيات، يعني منها توصيات الخاصة بالمخيمات الربيعية، توصيات مشروع إدارة النفايات إنه يعني لازم إن إحنا نسرع فيه. في مشروع يمكن قدمتي سؤال عليه مهندسة مها خاص ببرايح سالم، يعني صحيح. هذا المشروع احنا يمكن استضفنا المسؤولين عنه وتكلمنا كثير عنه وتم انجازه في وقت محدد، صحيح. لكن للحين ما تم تطبيقه على ارض الواقع، المشاريع للحين ما استلموها هناك وشفناه على يعني انه يكون المكان جاهز، شنو السبب؟ اي انا اللي خلاني اسال عن هذا المشروع انه فعلا هو مشروع سوته بلديه الكويت ومشكورين، يعني كان المشروع جدا جميل ومكانه حلو وفكرته حلوه، انه عباره عن اكشاك حق يعني مشاريع صغيره في شارع سالم المبارك. يعني هذا الشارع قبل كان شارع تجاري اساسي بالكويت، بس الحين مع المولات بدت الناس تنسى هذا الشارع سالمية القديمه. فالحين هذا المشروع المفروض انه ينعش هذا الشارع مره ثانيه، بس اللي شفنا ان المشروع خلص وظل مسكر ومهجور وصار لبعض الإتلاف، فكنا نسأل من المسؤول عن هالمشروع، متى راح يشتغل، من اللي راح يوزعه. فيانا الرد إنه هو المفروض الصندوق الوطني هو اللي يحط لائحة طريقة توزيع هذه الأكشاك وتنظيم معارض في المنطقة، يعني مو بس الأكشاك. تواصلت معهم أمانة وهم حبيت أن أتابع بنفسي هذا الموضوع، وقالوا إنهم فعلاً بدأوا يعني يشتغلون على هاللائحة، والمفروض أنه قريب تمسكها بعض الحاضنات، حاضنات المشاريع الصغيرة، وراح يتفعل المشروع بأقرب فرصة إن شاء الله. والله الحوار معك كله تفاؤل ومتأملين خير. مهندسة مها اشتغلتي في القطاع الخاص ومسكتي منصب رئيسة نادي المهنيات وسيدات الأعمال، واشتغلتي أيضا بالقطاع الحكومي، نبي وبكل صراحة الفرق بين تجربتك بالعمل في القطاع الخاص والقطاع الحكومي.
بكل صراحة الأفضل؟ القطاع الحكومي أنا اشتغلت في البرنامج الإنشائي لجامعة الكويت، أنا كوني مهندسة مدني فكنت مهندسة مشاريع في جامعة الكويت 5 سنوات، كانت طبعا تجربة وايد حلوة لأن مشاريع جامعة الكويت طبعا احنا قاعد نتعامل مع شركات المقاولات الدرجة الأولى ومكاتب استشارية عالمية، فاكتسبت خبرة جدا جميلة من ناحية إدارة المشاريع. عقبها رحت القطاع الخاص، القطاع الخاص طبعا أجواء جدا مختلفة، يعني الفرق بين يمكن الحكومي والخاص ان الوقت له قيمة اكثر، الموارد يستغلونها بطريقة يعني جدوى اكثر. ليش؟ شنو السر؟ شنو اللي التمستيه؟ يعني للأسف في القطاع الحكومي قاعد نشوف هدر وايد كبير حق الوقت والفلوس والموارد، يعني إدارة الموارد في القطاع الحكومي يعني للأسف مو بالجدوى اللي شفتها بالقطاع الخاص. يعني الناس تشتكي من أكيد يعني بالبلدية، يعني هذا يمكن هم واجبكم إن يكون في مراقبة إن شاء الله خلال الفترة صحيح. القادمة كونك عضو في المجلس البلدي، يمكن العمل في مجال يعني المسؤولية المجتمعية لقيتي في نفسك أكثر من مجال الحديد والكونكريت ولا لا؟ صحيح، أنت هالجملة بايقها أكيد مني لأن دائما أكررها. وايد يسألوني يعني أنت مهندسة ومدني ويعني خبرة مشاريع، شو اللي خلاك تنتقلين للجانب الاجتماعي؟ قلت لهم فعلا أنا يمكن في خلال تطوعي في الجمعية الاقتصادية الكويتية وتأسيس شبكة سيدات الأعمال والمهنيات لقيت نفسي فعلا أني أستمتع بالعمل مع الناس أكثر من الحديد والكونكريت. فأسسنا شبكة سيدات الأعمال والمهنيات كان هدفها طبعا تمكين المرأة وخلق يعني جو إيجابي للمرأة أنها تكون فعالة أكثر في المجتمع. وبعدها هم أسسنا شركة سفيرة للمسؤولية الاجتماعية، حبيت كونسبت أن احنا نفعل دور مؤسسات الدولة المختلفة في القضايا المجتمعية. أكيد يمكن الحين من المعلومات اللي أعطيتنا إياها أكيد متفائلين بالخير إحنا، لكن معانا صورة حق الأهل الله يحفظهم. الله يسلمك. الله يحفظهم لك بنتك قمر، يمكن أنا التقيت فيها شخصيا، لها بصمة في مجال الشعر والكتابة والأعمال التطوعية. صحيح. ونقدر نقول يعني البنت طالعة علمها إن شاء الله. والله عيالي صراحة أنا كلهم فخورة فيهم. أحمد بسم الله عليه يدرس طب الحين في البحرين، الله يوفقه. دلال صف 11 وعلي صف 10، وبسم الله عليهم فخورة فيهم، كل واحد يعني لا شخصيته ولا طموحه، وأنا عيالي حتى أتعلم منهم. يعني أحاول أن دائما لما أتكلم قبالهم عن الشغل اللي قاعد أسويه وأسمع منهم ملاحظاتهم. قمر بسم الله عليها من صغرها وايد مبدعة وتحب تكتب، وصدرت يعني أول كتاب لها كان عمرها 17 سنة. نعم. وسوينا لها حفل توقيع. الحين هي تشتغل في مجال الماركتينج بس هم مستمرة إن شاء الله. نعم. أنا لما التقيت فيها شخصيا عبد الله قمر فاجأني عمرها، سنها الصغير وفكرها الواعي، وبعدين عرفت انها بنت حضرتك فقلت ايه عدل، عيل الام اكيد موصله هذه الرساله حق بنتها ومؤصله فيها حب العمل التطوعي. نعم. يمكن قبل شوي شفنا هذه الصوره للاهل، ويعني في موضوع من مواضيع مع تقليدك لهذا المنصب كونك عضو مجلس بلدي تم تداول موضوع الجواز الدبلوماسي للعائله الكريمه. الجواز الخاص. نعم الجواز الخاص. يمكن وايد هجوم ويالك من خلال السوشيال ميديا عن هذا الموضوع، نبي اليوم من خلال ليالي الكويت توضحين الجواز الخاص للأهل. هذا السؤال دائما اللي صار ان طلبوا مني مستندات حق الجواز الخاص مثل ما طلبوا من زملائي كلهم، فلما بعت لهم المستندات كلها اللي هي تشمل صورة جواز الزوج والأبناء والبطاقات المدنية والجنسية ما إلى ذلك، فاتصلوا فيني قالوا لي أم أحمد ترى الجواز بس لك أنتي مو حق زوجك وعيالك. قلت لهم وزملائي الثانيين زوجاتهم وعيالهم راح يأخذون؟ قالوا لي إيه. قلت لهم ليش؟ قالوا ما ندري هو كذي. قلت لهم عيلانا خلاص ما أبي الجواز، رفضت أن أخذه. بعدين
تكلمت مع الزملاء وحتى رئيس المجلس وكذا، فالكل استغرب شلون. فلما تواصلت مع وزارة الخارجية قالوا لي لا هالكلام مو صحيح، قدمي وراح تاخذينه. وفعلا يعني لما رحت وقدمت الاستمارة نفسها اللي قدمت فيها كان مكتوب القيادي زوجته وأبنائه، القيادية زوجها وأبنائها. يعني بالقانون موجود، يعني ما في قانون يمنع بس الأعراف. فيعني يمكن هذه من الأمور السلبية عندنا في المجتمع الكويتي، إن الناس متعودين إن المرأة منقوصة الحقوق. فيعني كان الغلط مو غلط في القانون، يعني الدستور الكويتي دستور ساوى بين الرجل والمرأة. يمكن مو كل القوانين منصفة، لكن إذا في قانون يفرق معناته هذا قانون غير دستوري ويجب أن يتعدل. هو القانون أنصف، يعني أنصفش من هالناحية وأنصف المرأة الكويتية بشكل عام. لا، لكن ليش هذا الهجوم اللي شفناه عليه؟ والله أنا هم مستغربة من هذا الهجوم. يعني هل مثلا أنت ترضاها على أختك أو بنتك أن هي وزميلها يقومون بنفس الواجب نفس المسؤولية وهي تاخذ مميزات أقل؟ يعني هذا غير منصف. بس أمانة بالعكس، أنا أغلب التعليقات اللي جاتني بالعكس كانت تعليقات جدا إيجابية. يعني أنا كوني أن رفضت هذا الشيء من باب مسؤوليتي، يعني أنا أمثل المرأة الكويتية في المجلس البلدي، فما كنت أرضاها لا على نفسي ولا على أي قيادية كويتية أنها تأخذ مميزات أقل من زميلها. بس بالنهاية القانون أنصفت، وهل تم استحداث شيء أو نقدر نقول فرع من القانون علشان يصدر هو ماكو ما في قانون، ما في قانون وعرف. يعني حتى سألوني بالاستمارة كان مذكور الأبناء، بالاستمارة كان مذكور. بس هم الموظفين اللي بال يعني اللي قاعد يتعاملون بهالموضوع الظاهر مو مار عليهم من قبل، أو مار وقال لهم إن المرأة غير الرجل، فهم خلاص تعودوا. يعني هذاكين من مبدأ المساواة، مبدأ المساواة أكيد بالعمل والمجهود. يعني شوف أنا أعتقد عدم إنصاف المرأة في الكويت له شقين. الشق الأول اللي هي الأعراف والعادات والتقاليد، الشق الثاني إن المرأة إذا سكتت عن حقها أكيد راح يروح عليها. بس القانون طبعا أنصف المرأة الكويتية، وأيضا يمكن هذا الموضوع يخلينا نروح حق موضوع مشاركة المرأة السياسية. يعني اليوم في عزوف من المرأة سواء بالترشيح أو بالانتخاب. وحضرتك يعني تم تزكيتك من القيادة السياسية لهذا المنصب، أنت شلون شايفة مشاركة المرأة؟ يعني قبل أول من 2009 شفنا المرأة أربع نساء طلعوا وتفائلنا خير، بعدها صار في عزوف. ليش؟ طبعا أنا يعني من ناحية تعييني طبعا أشكر ثقة صاحب السمو والقيادة السياسية، وإن شاء الله إحنا نكون قد المسؤولية. بس أكيد إحنا ودنا نشوف يعني تمثيل أكثر للمرأة في المناصب القيادية والسياسية والبرلمانية. اللي صار لما فازوا الأربع سيدات كان العين عليهم، يعني وكانت غلطة المرأة بألف. فأنا برأيي غلطة المرأة بألف شلون؟ يعني كانوا يدققون على أقل شيء. يعني ما في إنسان ما يغلط. يعني أنا ما بأحكم على السيدات يعني كم سواء كان غلط أو صح، ولا عن قراراتهم ولا عن وجهاتهم. في النهاية كل واحدة أو كل إنسان عنده وجهات نظر، عنده قيم معينة يبي يحاول يشتغل عليها. بس المرأة الكويتية خلال الفترة القصيرة اللي دخلت فيها البرلمان وايد كان الانتقاد لاذع. يمكن يعني هي تجربة جديدة، ظاهرة جديدة، فما عطوها فرصة. يعني لو يعني الرجال صار لهم سنين، وفي رجال توفقوا وفي رجال لا. بس ما كان الانتقاد والتسليط الضوء بشكل قاسي على المرأة مثل ما كان على الرجل. فهذا خلى يعني برأيي أنا إن المرأة انظلمت. حتى إعلاميا كان التغطية جدا سلبية على دور المرأة في البرلمان أو مجلس الأمة، مع أن الكل كان يقول أنهم أكثر ناس ملتزمين في اللجان، أكثر ناس بالمقترحات في التشريعات. بس إعلاميا كان يعني تسليط الضوء جدا سيء. فأنا أعتقد هذا اللي حبط الشعب أنه ما يبي يصوت حق مرأة،
وهذا اللي حبط السيدات انه ما يبون حتى يخوضون المعركه الانتخابيه. يمكن كل ظاهره جديده بالمجتمع يتم القاء الضوء عليها ويتم التركيز على السلبيات اكثر من الايجابيات، لكن اكيد البركه فيكم النائب صفاء الهاشم، نوجه لها تحيه اكيد هي في مجلس الامه، والمهندسه مها البغلي في المجلس البلدي، ونقدر نقول احنا حاطين ثقتنا فيكم اكيد، والبركه فيكم، وان شاء الله الى مستقبل افضل ان شاء الله. يعطيك الف عافيه. اذا في كلمه اخيره من نهايه اللقاء تفضلي. انا اشكركم على الاستضافه، ويعني فرصه حلوه ان احنا نتكلم عن المجلس البلدي وتسليط الضوء على اختصاصاتنا، ويعني انا حتى افتح المجال حق الكل انه يشارك. احنا من خلال لجاننا يعني دائما نحفز الناس، نقول لهم ان انتم عيوننا، اذا شفتوا اي شيء او اي ملاحظه او اي تقصير تواصلوا معنا، واحنا بالعكس نسمع ونستجيب معكم. مهندسه مها البغلي، مشكوره وايد على وجودك معنا اليوم في ليالي الكويت، شكرا على المعلومات القيمه اللي اعطيتينا اياها، واكيد المشاهدين استمتعوا باللقاء واستفادوا من نصايحك. يعطيك الف عافيه. راح ننتقل مع زميلنا المبدع سعود المزيعل. سعود دهن العود راح يرجعنا الى زمن حلو مع ضيف المميز خالد المشعل. تقى شيف خالد مش اكيد مسوي له اكله حلوه؟ خلينا نشوف اذا مو متشابس مع سعود المزيعل ودهن العود بعد الفاصل.